Coucou, assalamu tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Hassine Beauty 42, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, alhamdoulilah, je vais bien, je vais très bien. Je vais vous montrer les photos de Bint Al-Bahali. Je vais vous montrer la recette chouchou, expresso, une pizza من نوع الجديد بيتزا خفيفة ظريفة الوحدة اللي تكون خدامة ما تسخوش بكري واش نقول لكم بيتزا بزاف 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 ما تشد اليد وما فيها مكونات بزاف وخمس دقائق توجد اي بيتزا تاع خمس دقائق توجد تحيروا خليكم تشوفوا واش تحقوا تحقوا كما راكم تشوفوا هنايا لي فريت قليت لي فريت بطاطا مقلية وماشي حاجة دوك نكملوا تحقوا لاصوص تحقوا لاصوص تاع بيتزا فوالا تحقوا الباتي انا درت الباتي بصح نتوما تقدروا ديروا فيونداشي تقدروا ديروا بولي تقدروا ديروا طونكي ما تحبوا تحقوا الزيتون وديروه في ان بلا كيما هكذا تاع الزجاج باش نديروه في الفوغ وتحقوا الفرماج باسكو هاد لا بيتزا تحب بزاف 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 الفرماج بون اني قبضت الفرماج تاعي هذاك هو الفرماج جلي رابي Maintenant, on a la sauce rouge. Ah, la sauce rouge. La sauce à la pizza. Je vais faire une vidéo et je vais vous dire que 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 le fromage. Je vais vous dire que le fromage. Qui m'a dit que je vais vous dire que je vais vous dire. Voilà. Je suis à fromage qui m'a comme tu fous en bas dit le pâté un tomate qui met à boire تقدروا قدروا قلت لكم ديروا البولي تقدروا ديروا الفيوند هاشي تقدروا ديروا الطون اللي يحب الطون كيما حبيتو ديروا واش تقدروا واش عندكم في الدار فوالا انا حنديروا دي روندال دو باتي هذا الباتي رخيص ماشي غالي من بعد كي نكمل ندير له الباتي نزوقو بالزيتون اللي تحب دير الزيتون تحب دير تحب ديروا له لي كورنيشون ديروا لها واش تحبوا هذه بيتزا من نوع اللي تبغوا نتوما كيما تحبوا نتوما وهذه تحبوها كبار وصغار هاكي مشغوله ما عندكش الوقت ولحقتي تخوت لحقتي روطار يا اختي واش تاع شي دراري فوالا ديروا لهم هاد لا بيتزا وداري كاع يحبوا لي فخيت وخمس دقائق بون انا كيما راكم تشوفوا درت عف صغير صغيره باسكو ما ناكلش ماشي كاع ناكلو ناكلو غير شويه انا ما نتعشاش بزاف الليل ما نحبش ناكل بزاف باسكو عباكم الليل الواحد ياكل ان روبا ليجي ياكل دي سالاد ياكل حاجه خفيفه هكذا فوالا كيما راكم تشوفوا انا كملت البيتزا ديالي من بعد واش نديرو نزيدو لها الفرماج لازم هاد البيتزا تحب الفرماج بزاف بيتزا تاع لي فريت هادي تحب الفرماج لازم تعمروها بالفرماج من بعد ديروها في الفور بوندون 5 مينوت ولا قد ما يفون لو فرماج يدوب فوالا كيما كنتو تشوفو راني دخلتو في الفور فوالا هايليك بعد ما خرجتو من الفور هايليك لا سالاد تاعي درت اون سالاد مع اون طوماط هاكا جلي بريباري 5 ورابيت زروديا ورابيت البيتراف ودرت شويه حار الزيتون ولو باتي وحبه طوماطي زوقتها لكم زعما اون غوز مع الزيتون هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم شهيه طيبه وما تنساوش الاشتراك ما تنساوش الجرس وما تنساوش ديروا لي جيم تهلاو في روحكم بوغ ان اوتر فيديو ميرسي اون فوار خليكم شويه مع هاد لي فوتو تاع الصحراء نموت على الصحراء الجزائريه شابة بلادنا شابة الله يبارك ربي يحفظ لنا بلادنا صحة